روح أيضا إلى جانب آخر ومقطع آخر مذهل هذه المرة، في رح نشوف توظيف التقنية بأحدث صورة في ملاعب كرة القدم، حيث يتم سحب أرضية سانتياغو برنابيو للأسفل في منطقة الكهف بعد مباراة ختافي، وهو ما أظهر الملعب بتفاصيل خيالية. خلوني أترككم مع هذه اللقطات. واو، فعلا شيء جميل كالعادة، هذا اللي متعودين عليه يعني من التقنية، دائما وأبدا تبهرنا بأشياء جديدة.